في صريح خاص مع الاستاذ رشيد الجن الموسيقي العام لنصر رمضان كرة القدم لمؤسسات تعليمية خاصة مجموعة مدارس التعليم الخصوصي لاباس. كيفاش رشيد قربنا في هذه النسخة الثانية؟ أول حاجة شكرا لقناة الفجر على الاستضافة الكريمة. حنايا في مجموعة مدارس لاباس التقينا هذا الموسم هذا إن شاء الله ولهذا رمضان هذا أن حنا تكون عندنا الدورة الثانية هي الدوري لاباس لكرة القدم. حاولنا ما أمكن أن حنا نكونوا فعالين نطوروا من هذا الدوري هذا نزيدوا به القدام. حاولنا نسيروا أن حنا الموسم الماضي كان عندنا 12 فريق أو 12 مؤسسة تعليمية. هذا الموسم هذا طورنا من أنفس ديالنا وحاولنا أن نوصلوا لعدد 16 مؤسسة تعليمية وهذا شيء كبير لأن أول مرة بمدينة تطوان في إقليم تطوان مؤسسة تعليمية كتنظم دوري بهذا الحجم هذا بهذا الحجم ديال المشاركة وكنطمحوا إن شاء الله أن احنا نزيدوا القدام بهذه الولاية ديالنا وبهذا الدوري هذا. ما هي مميزات النسخة تاع النسخة الماضية؟ ما هي من المميزات؟ وما الهدف من تنظيم هذا؟ المميزات ديال النسخة هذه هو أن حاولنا نفتحوا على التعليم العمومي، المدارس العمومية على بعض الجمعيات الرياضية باش نفتحوا على المحيط كامل على المحيط الاجتماعي والخصوصي والثقافي. الاهداف ديال الدوري اول حاجه نرجعوا للوليده ديالنا والتلاميذ ديالنا عندهم واحد المتنفس رياضي حيث انهم قاموا برياضه بالدراسه نحاولوا ما امكن انهم يتعرفوا على الاخر على ثقافه جديده على مدارس جديده على اصدقاء جدد وفي نفس الوقت خلقوا فيهم بوادر ديال المنافسه ويكون عندهم واحد المتنفس انهم يطوروا الموهبه ديالهم ويبينوا على الكفاءه ديالهم. شي رسالة شي كلمة أخيرة تقولها للفرق المشاركة المؤسسات التعليمية؟ والحمد لله حنا الموسم هذا فاجأناهم في حال الافتتاح كنحفلوا في المستوى الكبير بالشهادة ديالهم كاملين. القرعة في قرعة الشامبيونز ليغ لا الحمد لله هذه مؤسسة لاباس معروفة عليها بأن ملي كتعمل واحد التحدي واحد الهدف في العين ديالها كتوصل له. اللي كاين هو ان حنا كنوعدوا الفرق هذو غيكون واحد التنظيم عالمي ان شاء الله واحد المستوى كبير وغنحاولوا ما يمكن عن المفاجات لا تنظيميه ولا في الجوائز ولا في طريقه الصيدوره ديال الدوري. فريق ديال مجموعه مدارس لاباس وقع في واحد مجموعه الموت او الديربي ديال كيفاش كما صرحتي بها اثناء القرعه ملي كانت المجموعات كتم الاختيار ديالها فريق ديالكم وقع واحد الديربي بحيث انه ثلاثه ديال المؤسسات لاصقين بعضياتهم لا من ناحيه لا من ناحيه ديال يعني المكان ولا من ناحيه ديال الحموله التاريخيه وكنظن ان المقابلات غتكون في المستوى كنعرفهم انا عندهم وليدات في المستوى كيلعبوا بجمعيات رياضيه فاعله وكنظن ان غتكون حتى المستوى ديال الدوري غيلقى واحد المستوى كبير لان فئه الكتاكيت اغلبيه ديال الممارسين اللي غيشاركوا كيمارسوا في ركعتين في تطوان. شكرا سي رشيد الله يعطيك التوفيق وشكرا على الاستضافه. وفي الافتتاح ان شاء الله او ندخلوا العموم أول حاجة كنشكر مدرسة مجموعة اللي اكتشفوا المواهب اللي خبعت بزاف المدارس كذلك باش ينسجموا مع المدارس الآخرين ويطوروا المهارات ديالهم ويتعرفوا على بعضياتهم وإن شاء الله يقدر العام هذا مادام هذا الدوري كل عام كيتطور بهذا الشيء ومهم كنشكر مجموعة مدارس لاباس اللي قامت بتطوير هذا الدوري مجموعة من المدارس وجمعت الشمل معهم. مؤسسة نستضيف بقناة الفجر سبور أحد المؤسسات التعليمية المشاركة في الدوري الرمضاني لمجموعة مدارس التعليم الخصوصي لاباس. كيفاش قررنا في هذه المشاركة ديالكم في هذه النسخة الثانية وحضرتوا اليوم في هذه القرعة؟ السلام عليكم، أستاذ شريف يحيى من مؤسسة لاباس دي سونس. كنشكر أولا مؤسسة لاباس على الاستضافة على هذه الفكرة الطيبة. شاركنا في النسخة الأولى من الدوري السنة الماضية وأيضا سنشارك هذه السنة أننا إن شاء الله نحققوا الدوري.
مع العلم ان هذا الدوري هو لتمرير قيم اخلاقيه قيم روحانيه للتلاميذ وايضا فرصه ان نتلاقوا مع اطر من جميع المؤسسات التعليميه سواء المؤسسات الخصوصيه او المؤسسات العموميه وايضا فرص قبل هذا بالنسبه لي كمؤسسات وعرس ديال مؤسسه التعليم هذا عرس كروي